أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب فارس حسين اليامي من إدارة تعليم أسير، وعنوان مشروعي هو لقاحات شاملة ضد فيروسات كورونا شديدة الخطورة. أولا كما هو متعارف إن في 3 فيروسات كورونا من أشد فيروسات كورونا عائلة كورونا، وهي سارس كوفي 1، سارس كوف 2، وميرس كوف. وفي مشروعنا احنا وظفنا هندسات جينية أصيلة بحيث نحصل على نتائج وفعالية زائدة للقاحات. الحمد لله أتممنا إنتاج اللقاح والآن في التجارب ما قبل السيرية. أولا أشكر مشرفيني اللي دعموني في هذا المشروع وعززوا شغفي في المجال، دكتور محمد الفالح والبروفيسور أنور هاشم. بصراحة كما هو متعارف زي ما قلت لك إنه هذه فيروسات كورونا شديدة الخطورة، 2 منها ما لها لقاحات مصرحة على مستوى العالم، واحد منها فيه اللي هو كوفيد 19. لكن في مشروعنا إحنا بنوظف تقنيات حيوية جديدة بحيث إن إحنا يكون اللقاح واحد ضد الفيروسات 3 كاملة. أشكر موهبة لأن هي اللي سخرت لنا وصلتنا بالمراكز البحثية وبالمؤسسات التعليمية، قدرنا من خلالها نعزز شغفنا في المجالات المختلفة.